بالعلم ويا العمل ضاريني قتل للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفرش والسلالم الخارجية والأرضيات والسقف المزعج. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بقية السقف، الأسقف في نهاية المبنى فوق المبنى. وهنتكلم عن السلالم الداخلية، تقطيم الغرف، ونخد وقت تاني ممكن نتكلم عن الماتيريال وخصائص الجدران والتشطيبات يعني. فإن شاء الله نبدأ نفتح الملحق العلمي. الصوت واضح كده يا شباب؟ تمام. احنا حاليا واقفين في الليفل 5 اللي هو الملحق علشان نرسم الروف اللي هو نهاية ال ممكن طبعا يكون سقف عادي وممكن يكون مايل على حسب التصميم. فاحنا عشان اشتغلنا العادل هنشتغل حاليا بالسقف اللي هو المايل من قائمة روم. من قائمة روم نخش على الروف، ناخد أول اختيار اللي هو روف، نبدأ نحدد الحدود الخارجية بتاعته. طبعا التحديد في درو متعددة، نختار أيسرها وبعدين بنقفل الخطوط ب امر تريم. احنا لو ما قفلناش الخطوط وحبينا نكمل وعملنا فينيش هيدينا التحذير ويقول لك ان في خطوط مش متقفله مع بعضها، فهنبدا نكمل التقفيل عشان يدخل إطار للسقف. ولو في نقطتين مش واصلين، يعني لو افترضنا إن الخطين مش واصلين بعض وفيه فراغ زي ده وحبينا نقول له كم أوكي، برضه هيديني التحذير. لو قلنا تحذير هيقول لك إن هو must be in closed، إن في عنده فجوة مديني علامة عبارة عن نقطتين بلون برتقاني عشان نعرف مكان الخطأ. لذلك أنا لو في عندي مثلا خط في النص كده ونسيت أرسمه، نسيت أمسحه وهو زيادة، بيديني نفس التحذير ده. لازم نتأكد إن إحنا عاملين إطار لو في حد قال له حاجة زي كده يبقى أعرف إيه.
بشوف شكله في 3D طبعا المقصود بتاعه مش مظبوط. بنخش على قائمة البروبريتيز والبيز ليفل هيكون اللي هو ليفل رقم 6 اللي هو السطح. نقول له ابلاي نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا معانا السقف فوق زي ما انتم شايفين. طبعا ده مجرد مثال يعني في حد يعني ممكن ما يجيبش حد التصميم ده ممكن مثلا يعمل فوق السلم بس او فوق غرفه معينه او كده انما هو كمثال. احنا ممكن نعدل في الشكل ده في درجة الميول بتاعته، هي عندنا حاليا 30 درجة، لو احنا حبينا نعدلها ونخليها مثلا 20 الشكل معايا بيتغير، ممكن تزودها تخليها 60 على حسب كل تصميم. نخش نعدل اللون والخامة بتاعت السقف. عشان كأنه مثلا أرميل خشب أو ممكن حتى نعمله إزاز. في تصميمات مختلفة بيكون فيها سكاي لايت. ندخل المرحلة اللي بعد كده على السلم الداخلي عشان ده بياخد وقت شوية. عندنا هنفتح المخطط في الدور الأول، هنلاقي عندنا فيه سلم واحد بالشكل ده، وفي فتحة مطلة من الدور الأول على الدور الأرضي. فاحنا قبل ما نرسم السلم او ممكن بعد ما نرسم السلم نفتح فتحة نبدأ نشوف من قائمة هوم. ندخل على ستير، المرة دي نستخدم السلم اللي هو رم. قبل ما نرسم السلم لازم نعدل بعض الأشياء اللي هو البيز ليفل طبعا ده لوحده تحدد، والتوب ليفل اللي هو الدور الأول. بالنسبة للبيز أوفيس والتوب أوفيس ده بيبقى زيرو. عرض السلم موجود معايا متر، ممكن اخليه 120. عدد السلالم 22 سلمة، ممكن اعدل فيهم برضه بحيث ان هو بيغير ارتفاع السلمة على حسب عدد السلالم. في
عمد النايمة والأيمن. فنبدأ احنا برضو بعد ما نرسم ممكن نعدل فيه مفيش مشكلة. هو عندي فيه 3 ألباب. لو بدأنا مع الجدار هتلاقي ان هو بيرسم لك بيكتب بخط خفيف على السلالم اللي اتقسمت للباقية. يعني حاليا هو بيكتب في 6 سلمات اترسموا وباقي 16. لو مشينا شوية بقوا 7، شوية بقوا 8. نخليهم 9، بعدين نبدأ نكمل تاني. ممكن نعمل الخط الأول قبل ما نبدأ في السلم، نرجع لنا عشان السلم يجي مظبوط عشان فيه جنب مايل. ونخلي الخط ده على بعد 60 من الجدار بحيث ان عندي السلم 120 سنتر بتاع الجدار ده سنتر السلم عفوا. ندخل على اسم السير تاني. بعد ما خلصت رسم السلم بلاقي فيه بعض الأخطاء نحاول نصلحها. يعني الأخطاء دي معناها إن السلالم مش منتظمة، فأنا ببدأ أمسح مثلا سلمة من هنا، أعمل أقفل الخط الخارجي،
أقفل الخط الخارجي الأول مع أبو حنسة أشوف إيه الخطأ فين، بس لما يتمسح دي لازم أحطها تاني. في هنسخ تاني سلمة من الوسط عشان الشكل، وأرجع أعمل تاني أشوف الأول بعد السلم كام، تقريبا 28 24، باخد وقفت 24 تمام، وبضغط على علامة فينيش بكده السلم يكون تم كده. السلم موصل معايا من الدور الأرضي للدور الأول، بس عرضه الظهر ما تعديش. ممكن نعدي العرض تاني ونكمل السلم السلالم بأرض جيم، بس احنا يعني خلاص عرفنا الفكرة. طيب في حالة إن أنا عاوز أفتح فتحة في سقف الدور الأول في عندي في قائمة هوم الشافت، الشافت ده وظيفته إن هو بيفتح في الأسقف. لو أنا عندي مثلا عمارة أكتر من 3 أو 4 أدوار أو أكتر، برسم الشافت بس في الأرض مثلا، وبيمتد معايا لنهاية السلم، بيفتح لي اللي هو دور السلم أو مكان السلم. فنبدأ نرسمه زي ما هو موجود عندنا في الرسمة. نضغط على علامة الصح الخضراء وعشان نشوف شكله لازم ندخل في القطاع اللي هو مر فيه، هنلاقي إن هو فتح معايا في الدور الأرض في سقف إن أنا أقرر معايا الفتحة ديت في جميع الأدوار لو العمارة أكبر أو كده. بسحب السهم ده فوق فالشافت بيفتح معايا كله، بس أنا هنا في الحالة دي مش عاوز أكتر من سقف الدور الأول، لأن السلم عندي طالع مكمل المربع فوق. مش عندي سلم تاني أو سلم واحد، ولو أنا حبيت أشوف شكل السلم بدخل على ديفولت 3D تمام، أو من قائمة فوق، ولكن هي هنا فوق موجودة سريعة في الديفولت، وآخد أمر الكاميرا
وبختار مقدار السلم واصعد على الاتجاه اللي انا عاوز اشوفه كويس، هيديني شكل السلم في داخل المبنى دور الأرض، تمام؟ بحيث لو في مثلا حاجة متعارضة معايا أو عاوز أشوف شكل الأمبرين مش مظبوط ممكن أعدل فيه. ظهر إن الشافت فتح معايا في أرضية الدور الأرض كمان، برجع تاني في القطاع مفتوح، خفف ال أيوة نبدأ فوق شوية، بس إن هو يبقى بادئ معايا من سقف الدور الأرضي، تمام؟ نمسح الخط اللي احنا كنا عاملينه مربع، نعدل الهاندريل لو حبينا نغير شكله، لو طلعنا فوق في الدور الأول هنلاقي عندنا بالشكل ده كده، ولو حبيت أعمل القطاع في الاتجاه التاني بحيث إن أنا أشوف السلم في الاتجاه التاني أسحبه لورا شوية. هلاقي إن السلم وصل معايا للدور الأول. طيب في حالة إن أكرر السلم بدون ما أرسمه تاني، طب ممكن عندي طريقتين، ممكن أخد نسخ، اخد السلم نسخ، الطريقه دي اسهل بتتم في اي شيء، لان يعني في حد سال سؤال عن الجروب ان الشبابيك مش جايه فوق بعضها، فانا رديت عليه ان هو ممكن ينسخه، بس انا للاسف مش عارف الطريقه ديت، هشرحها في السلم وهي بتمشي معانا في كل ال في كل طيب في عندي تو كيبورد، بعد كده بنسخه وبقول له بيست تو سيلكت ليفل، في الحالة ديت هو السن معاه عندي في الدور الأرضي بختاره وأحطه في الدور الأول، بينزل معايا في نفس المكان بنفس التصميم بنفس كل شيء، بس أنا بقى عندي في الحالة ديت ارتفاع السقف، ارتفاع السقف هو نفس، ممكن يكون مختلف، لو مختلف أنا بعدل في السلم في عدد السلالم، ممكن نوعية 22 بتفضل معايا 20، أو بعدل في ارتفاع كل سلمة. تمام، أو ممكن أرسمه من جديد مش مشكلة، في عندي أمر تاني في مثلا مش عاوز طريقة النسخ،
وعاوز اكرر السلم لو انا مثلا عندي اكتر من دور. بدخل على بروبرتيز مالتي ستوري واختار منها لو انا الارتفاع واحد، لو انا سيرش لدور واحد تمام، بختار مالتي ستور مالتي ستوري تو الليفل اللي انا عاوزه. لو انا مثلا عندي 10 ادوار وحاطط سلم واحد من دول ارضي، بختار بس هيكرر معايا السلم، هيكرر معايا السلم في جميع الادوار بنفس الشكل. بس انا عشان عندي هنا في اختلاف في المناسيب، عندي الدور الارضي منسوبه 20 كم؟ الدور الارضي ارتفاعه 4 متر، والدور الاول ارتفاعه 3.5. أنا ممكن أنسخه وأعدل فيه ارتفاع السلمة أو أرسمه من جديد أو أعمل له الطريقة اللي هي مالتي ستوري. بالنسبة لموضوع ترقيم الغرف، لأن نسينا نتكلم عليه المرة اللي فاتت، مساحات الغرف في عندي في قائمة هون في أمر اسمه روم تاج. الروم تاج ده بيرقم الغرف، لو انا عندي مثلا بعمل شوت درونج او بقسم الزونات في المبنى بيبدأ رقم معايا أول رقم أنت بتحدده، وبعد كده هو بيتسلسل أوتوماتيك 1 2 3 كده. ولو أنا حبيت أغير في الترقيم وخليته ايه مثلا او ايه واحد مثلا، هتلاقي التقييم ظاهر معايا بقى ايه 2 وايه 3 وهكذا. بالنسبة لأمر في عندنا المساحات، برضو من روم في اريا تاج، بس انا عندي الاريا تاج فيها مشكله في الجهاز بتاعي مش شغاله. مش عارف ايه السبب، كانت شغاله قبل كده بس للاسف مش شغاله حاليا، هخليها المره الجايه. ونتفق النهارده ان شاء الله بالمرضيات ونكمل.
حضر جاي السبت إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.